السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم مبروك. اليوم إن شاء الله غنصوب معكم الراس مبخر بطريقة غير أي طرق. كنا كنديرو فيه غير الملحة ونديرو في البرمة ويتبخر، دابا غادي ندير في واحد الخليط باش نسموه متبقاش ديك الريحة ديال الحولي. نبداو على بركة الله. ها عندنا الراس ديال الحولي مشوط، كاين اللي كيشوطو كاين اللي كيغازي بالغازوار، انا شوطو ديريكت. هو هذا شوطناه وغسلناه مزيان، وكاينين شي زغيبات تيبقاو تنغازيهم او تنعاود نشوطوهم. واللي تيغازي ضروري هاي بحال هاد البليصه هادي باقا فيها شويه الشعر، غادي نحيدوها نغازيوها بحال هادي. دابا نغازيوها، واللي كيغازي ديريكت باقي طري ما مشوطش تاني كيلهب وداخل تبقى شي جعيرات شي حاجه كيدوزو فوق من يشوطو شويه باش يتحيد داك الشعر بالكل. نبداو على بركة الله. ها هو الراس قسمناه على جوج، تنزولو له غير المخ ديالو. هاد الجهة دابا غادي نصبو الخليط ديالو اللي غادي نديرو اللي غادي ندهنو بيه ونشغلو باش يجي منسم متجيش فيه ريحة ديال الحولي. تابعوني. دابا غادي نحتاجو كاس ديال الماء، غير شوية ماشي بزاف، في بلاصة الزيت لأن غادي يتبخر كلشي غينزل في البرمة. غنحتاجو شوية الإبزار وحبة ديال البصلة باش نديروها في البرمة هي وطرف ديال الحامض، وشوية القزبر ومعدنوس وشوية التومة ومليحة. وهاد الحامض غادي نديروه في الطنجرة ملي في الماء باش يتبخر باش يطلع النسمة ديالتو مبخرة، منشموش ريحة الحولي بالكل. نبداو ناخدو هاد شوية الماء كاس أو نص كاس، تنديرو فيه هاد شوية الربيع عندي مجمد، شوية تومة تقريبا واحد ثلاثة دروس ديال التوم، تنديرو الملحة لأن هادشي غادي غير نسمو به لأن ما غيبقاش، تنديرو الإبزار صافي. تنخلطو مزيان، نخلطو تدوب هاد التومة حيت متكونجلية طحناها وديرها في كونجيلاتور. نزيد فيها واحد شويه الحامض تقريبا نص حامضه كنعصرها، وهذه غنديرها في قلب الماء اللي غتبخر فيه. هاد البصله غنقسمها على جوج ولا على ربعه. غناخد الحامض غنديرو دابا في الطنجره، تيغلي في الطنجره غنديرو فيهم هاد البصيله والحامض. نبداو ندهنو، هاي نكبو عليه حتى غير الماء بحال هكذا من الفوق، نقلبوها في الجهة الأخرى هاد البلاصة اللي باقي فيها شوية ديال الدم، ماشي الدم غير اللحم، هذا نقدر غير اللحم الحمة ديال الراس صافي. وغندهنو كله هكذا راه مغسول مزيان ملي شوطناه غسلناه مزيان. قلبو الجهة الأخرى حتى هدا توا غير اللحم، هدا اللسان تنخليوه فيه صافي. غادي ندخلوه دابا غنديروه في البرمة، هادي هي البرمة غادي نديرو فيها الريوس، نديرو الجهة اللي تقيلة وقاسحة جد الجمجومة، وكنغطوهم بميكا ونخليوهم تقريبا واحد ربعة سوايع. البرمة راه عامرة بالماء، ونغطيهم بالميكا ولا شي حاجة باش يبقى البخار شاد فيهم ملي وجدو هاني معاكم. دابا غادي نديرهم نلفو عليهم كارطة ألمنيوم ونغلفو مزيان بالطريقة حتى ميبقاش شاد لينا
منين يتنفس باش يتنفس تقريبا واحد ربعة ساعات نخليه تيوجد في الصبان ان شاء الله نوريكم كيفاش يوجد. ما نحيدو من البرمه الا خاصو الماء نزيدو حيت الا كان اللحم ديال الراس كبير بزاف تياخذ الوقت نخليو حتى نحسو باللحم نقلبو اللحيمه حتى نلقاوها طابت عاد نزولو عليه العافيه. دوز 3 ساعات غادي نحيدو عليه شتي هو بدا يتسبخر شي دخلو تحت شويه غادي نزيدو الماء شويه ولا شحال بقى غادي نزيد الماء طايب وغادي نقلب الراس اللي الفوق نديرو لتحت بهاد الطريقة هكا وغادي نرجعو يطيب. هو قلبتو على هاد الوجه دابا ها الحيمة راه شيرة طاب هاد الجهة مزيان ولكن خاصنا نزيدو واحد ساعة كما قالنا تقريبا الما غنزيدو نرجعو هنا البرمة ونخليو حتى يوجد دابا واحد ساعة ان شاء الله غادي نزيدو ونصبو دابا غادي نوجدو باش غادي نزوقوهم ونديرو الوريقة سي الخاص في الجناب باش نحطو على الراس. هادي صينية كنصبو فيها اللحم ديما مبخر ولا لي عندو لي معندوش ماشي ضروري نديرو الحامض نديرو طريفة مطيشة هكذا التحليقة وصافي وشوية الحامض في الجناب. دابا غادي نصبو ان شاء الله دابا غادي نصبو الحليب نديرو ما شاء الله كامل حاول عافية فن شوش كيقولها طيب مزيان. باي باي. ويخصو ضروري أتاي باش تحس بيه كتاكل لحم الراس ديال العيد. شوف شوف شحال فتيتي غزال ما فيش ريحة الحولي بالكل. إوا بالصحة والعافية معكم السلامة تاعي.